النادي الاهلي و21 دقيقه من زمن الشوط الثاني والتعادل دون اهداف. وعلى طول يا نجيب يا نجيب يا نجيب يا نجيب، انا بقول يا نجيب وعارف ايه رايحه فين. خطا قاتل قاتل من نجيب، وخطا قاتل جدا جدا من نجيب. تقريبا هنشوف مين اللي جاب الجون. ادوارد هداف بتاعهم. شوفوا بقى نجيب اللي بيقف في ظهر المدافع. خطا قاتل 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 دائما مع المنتخب مع النادي الاهلي. مفيش مدافع يحط صدره في ظهر مهاجم في الكرات العرضيه او الاماميه. يا في الدقيقه 22 من خطا، وهقول خطا خطا خطا. شوف الكره معايا الهدف لما يجي. ليك حق يا عم تعمل كده رغم انها اي كلام. يعني وقعت له الكوره ادوارد في الدقيقه 22 زمن الشوط ده، الهدف الرابع ليه في هذه البطوله. بهالي بنغازي بص بص بقى محمد نجيب، بص 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 انت فين يا عم؟ حرام حرام حرام، ادي كمان حرامين. وعلى طول تروح الكوره كده اي حاجه. انا قلت لحضراتكم النهارده العمق الدفاعي نجيب وشريف ووائل جمعه عليهم عيب كبير جدا. طبعا شريف اكبر ملوش دعوه بالحته دي خالص اللي جاي. انما الكره وهي جايه يا راجل مش الف ب سنتر هاف، الف ب سنتر هاف، ان انا اطلع فوق والعبها ارقد وراه ليه؟ وهم واضحين جدا ان هم اقوياء وبياخدك بدور. عموما واحد اهلي بنغازي ده شيء اهلي يعني.